حقق برشلونة انتصاره الأول في الليجا هذا الموسم على حساب ريال بيتيس بنتيجة 5-2، وده ضمن منافسات الجولة الثانية على ملعب الكامب نو. سجل للبلوجرانا كل من جريزمان هدفين في الدقيقة 41 و50، وكارلس بريز في الدقيقة 56، وجوردي ألبا في الدقيقة 60، وكمان فيدال في الدقيقة 77، بينما سجل لريال بيتيس نبيل فقير في الدقيقة 15 ومرون في الدقيقة 79. بهذا الانتصار حقق برشلونة أول 3 نقاط في مشوار الدفاع عن لقبه ليحتل المركز التاسع في جدول الترتيب، بينما تجمد ريال بيتيس بدون نقاط في المركز الأخير. لما تسمع كده في الأسبوع الثاني إن برشلونة في المركز التاسع لا تتخض، يعني اللي هو بعد طبعا الهزيمة الأولى من أتلتيك بلباو، ولكن إن برشلونة ما أعتقدش إن هو هيفضل يخسر كتير، يعني هو بيخسر ماتش وبعد كده ممكن يكسب مثلا 15 20 ماتش. بالظبط، هي كانت بداية كده بس عشان العين، وبعد كده شايفين برشلونة ماشي إزاي. ومن لقطات طبعا اللي تابعناها امبارح هو مشاهده ليونيل ميسي ولويس سواريز للمباراه ومعهم ولادهم، والحاله الارياحيه اللي كانت على وجوههم مع كل هدف بيسجل. وانطوان جريزمان امبارح اكد ان هو موجود في تشكيله فريق برشلونه في وسط هذا العدد من النجوم، وهيكون ليه دور بعد تسجيله امبارح لهدفين وظهوره بشكل رائع جدا، فاثبت ان هو من الصفقات اللي كانت جيده، والفلوس اللي اتدفعت فيها اكيد هيكون فيها مردود فني هيقدر يقدمه لفريق برشلونه. امبارح المباراه كانت قويه، البعض بيصنف فالفيردي ان هو مدير فني محظوظ، ان هو ممكن ما يكونش فنيا عالي جدا ولكن بيمر برشلونه، مدير فني هيمر برشلونه لازم هيكون بيكسب ولازم يكون بيحقق بطولات، ولكن فنيا هو مش الافضل. وده اللي دايما بتكون بتتكلم فيه جماهير برشلونه، ان المدير الفني الحالي للفريق مش هو الافضل، وكانوا بيتمنوا يشوفوا فيه تغيير، ولكن النتائج بتصب في مصلحته في الوقت الحالي. ولكن هل مع اخفاق مره ثانيه في دوري ابطال اوروبا هيتم الابقاء عليه؟ الحالة دي أكيد مختلفة، ولكن الدوري الأسباني هيكون منحصر أكيد ما بين الثلاثي الأبرز ريال مدريد برشلونة وأتلتيكو مدريد. مين هيكون أقرب؟ متهيألي في الأسابيع اللي جاية هنبتدي نقف كده ونشوف مين مستوياتهم هتكون مستقرة في الفترة اللي جاية، علشان يبتدوا ياخدوا 3 نقاط ومن غير ما أي مباراة تعطلهم أو تكلفهم أي نقاط.